أحدث محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية تدخل الخدمة في ناحية دورلوك بقضاء العمادية بمحافظة دهوك، التي شيدت على نهر الزاب الكبير بتكلفة بلغت 151 مليون دولار لتوفر العشرات من فرص العمل. حكومتنا شرعت بتأهيل وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية لما له أهمية كبيرة في حياة المواطنين، مستمرون بافتتاح العديد من المحطات الكهربائية خدمة للمواطنين. ويرتبط ارتفاع مستوى الإنتاج الكهربائي للمحطة الكهربائية بمناسيب نهر الزاب الكبير التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة. الوزارة الكهرباء إذا تلقى بهذا الثلاث سنين المضى اشتغل على بنية تحتية مال الكهرباء. احنا قبل لو كان اكو كهرباء وتوليد كيغطي الاقليم ما كنا نقدر نوزعها على مود المشاكل بالفيدرات وعدم التحمل الفيدرات والمحاولات، بس اشتغل على البنية التحتية مالتها كمئة بالمئة. يعني هسه اذا عدنا كتوليد يغطي اقليم نهائيا ما عدنا مشكلة، بالعكس نقدر همينة نصدرها همينة. وتولي حكومة إقليم كردستان تطوير إنتاج الطاقة الكهربائية أهمية كبرى، فقد افتتحت عددا من المحطات منها خبات وقوشتبة، لتضاف إليها محطة ديرلوك التي ستسهم بتطوير قطاع الطاقة في الإقليم. تم تشييد أحدث محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية على نهر الزاب الكبير بمحافظة دهوك، والتي تعد واحدة من أهم المشاريع الاستراتيجية لحكومة إقليم كردستان. بشير الحسن، قناة الفلوجة.